تحتفل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وسط ظروف استثنائية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يوافق 26 من يونيو من كل عام. نعم، هي مناسبة مهمة لإبراز الجهود الأمنية والمجتمعية لمكافحة خطر المخدرات بهدف الوصول إلى مجتمع خالي من هذه الآفة. تحتفل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في 26 من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، خاصة أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا منذ إطلاقها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. إن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، فبجانب الدور الأمني هناك أدوار متعددة للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مجال تحسين النشأ مما تشكله المخدرات من مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية. وتمضي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طريقها الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بأن وعي أفراد المجتمع وحده قادر على تجاوز كافة التحديات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبوظبي القاضي حاتم فؤاد علي، مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي. أهلا بك سعادة القاضي في نشرة الثالثة. من خلال موقعكم، كيف تقيمون تجربة مملكة البحرين في مواجهة تحدي المخدرات؟ شكرا جزيلا لك وللسيدات والسادة المشاهدين على تسليط الضوء على تحدي المخدرات الذي تحتفل منظمتنا به سنويا لتحفيز الدول على شحذ الهمم وتضافر الجهود، زي ما تفضلتي وقلتي في تقريرك، المجتمعية والحكومية لمواجهة تحدي المخدرات. في الحقيقة نحن نثمن جدا تجربة مملكة البحرين في مكافحة المخدرات والوقاية منها. لدينا شراكة ممتدة وطويلة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باعتبارها المنفذ لاتفاقية الشراكة التي تفضل بتوقيعها معالي الفريق الركن الشيخ راشد الخليفة وزير الداخلية، بحسبانه أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، امتدت على مدار أعوام وأعوام، وتم من خلال هذه الشراكة وضع الاتفاقية، وضع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها وفقا لأرقى معايير الدولية للأمم المتحدة. وتم تقديم الخطة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها نموذجا متوازنا للاستراتيجيات والسياسات الوطنية لمواجهة تحدي المخدرات، سواء في سبل المكافحة أو في سبل التوعية والوقاية أو في سبل العلاج والتعامل مع مدمني المخدرات. وشارك كوادر وزارة الداخلية في نقل هذه التجربة إلى العديد من دول المنطقة من خلال برامج الأمم المتحدة. في الحقيقة أيضا تشرفنا هذا العام بالمشاركة في إعداد وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دورتها الثانية لمدة 5 سنوات، تفضل بإطلاقها معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والإعلام، وهم أعضاء اللجنة الوطنية التي تعتبر الإدارة العامة للمباحث الجنائية الأمانة الفنية لها. يعد كل هذا في الحقيقة جهود نثمنها ونقدرها في الأمم المتحدة تبذلها المملكة، ليس فقط لمواجهة التحدي على المستوى الوطني، ولكن لمعاونة الأمم المتحدة في مواجهة هذا التحدي على المستوى الإقليمي. نعم، من أبوظبي القاضي حاتم فؤاد علي، مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.